السلام عليكم. 21 نوفمبر 2021 عرفات، فوز جاكوب كيبليمو بنصف ماراطون لشبونة، وكذلك احتم الرقم القياسي العالمي ديال كل أزمنة السباق نصف ماراطون. كنا شفنا السنة الفارطة احتلال جاكوب كيبليمو المركز الثاني وراء كاندي، وكان كذلك احتم الرقم القياسي العالمي في ديك الوقيتة 57-32، وفي حد ذاته كان رقم كبير بزاف وخارق للعادة. وهذا العام كيبليمو يجي هو الأول ويحطم الرقم القياسي ديال كاندي اللي صمد فقط سنة واحدة، وغيدير 57-31 ثانية فقط باش يحطم الرقم القياسي العالمي. كيبليمو قام سباق رائع. ال 5 كيلومتر كانت في 13:40، ال 10 كيلومتر في 27:05، ال 15 كيلومتر 40:27، والنصف ماراطون كانت 57:31. كيبليمو للتذكير فهو صاحب برونزية سباق ال 10000 في طوكيو 2021، أداء قوي جدا يزاحم الكينيين والإثيوبيين في سباقات النفس الطويل. شكرا لكم على المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله.